بكلينيك اليوم ضيفي هو الدكتور فيصل القاق يلي هو طبيب نسائي. من الأسبوع الماضي كان أحد منظمي مؤتمر مهم جدا بالطب النسائي جاينيكولوجي أوبستريشن ساينس يلي هي ركزته على موضوع مهم يلي هو الحالات الطوارئ خلال الولادة. صحيح. يعني الموت خاصة الموت عند النساء. الموت والمرض القوي أو الشيء الخطر القوي اللي بيصير كمان. هالشيء دكتور بيصير بنسبة عالية؟ مبدأ يعني هو الاشتراكات خلال الحمل والولادة بتصير ب 10% بالعالم، يعني كرقم عام بالعالم. ونحن لأنه بلبنان لقينا أنه في كمان عنا مشاكل ولو أقل من غيرنا، ولكن في مشاكل متأتية من الحمل والولادة. ارتقينا بهذا المؤتمر أنه يكون في عنا تركيز أكثر من العادة على كل الطوارئ بالحمل والولادة. كان في عنا خبراء مهمين من برا إجوا من أمريكا ومن أوروبا لنحكي عن وين مكامن الخطر بتصير بالحمل والولادة، كيف نتعامل معها لناحية الإنعاش، الدم، التعامل معها بالأدوية، كيف بيكون في عنا تحضير قبل، كيف فينا نتحذر أو كيف فينا نعرف نحدد بالضبط أي الحالة الصعبة والخطرة والبنة خطرة، كيف نتعامل معها، كيف يكون في حالة. هيدا كله انعرضت بشكل مفصل، نحكى كتير إشياء جديدة. كان موجود رئيس الاتحاد الفيدرالي لأطباء النساء والولادة من بريطانيا اللي هو أحد أهم مواضيعي بروتوكولات التعامل مع الطوارئ حمل الولادة، كان موجود وحكي طبعا بلبنان. كان في أكيد كان صديقي وأنا عزمته. كان في عنا كمان جلسة متخصصة لحالات الطوارئ على مستوى المجتمع، على مستوى الولادة المنزلية، على مستوى الولادة في المستشفى، كيف نتعامل معها وشو هي الأدوية المتاحة بحالات الطوارئ. هذا أمر كتير أساسي، وهذا أمر بيصب باللي عم بينعمل بلبنان. مثل ما بتعرف حضرتك أو حكينا قبل أنا وياك إنه في عنا نحن اللجنة الوطنية لوفاة الأمهات بترأسها الدكتور وليد عمار بوزارة الصحة، وأنا منسق هذه اللجنة وعم نتابع كل حالات الوفاة تقريبا اللي عم بتصير بلبنان وكيف نتعامل معها وما هي الدروس المستفادة بهذا الموضوع. نحن بلبنان يعني عنا تقريبا رقم كتير يعني تصنيفنا كتير جيد جدا بالنسبة للمنطقة اللي نحن فيها، منطقة شرق المتوسط، لأنه عم عمل كتير شغل على مستوى وزارة الصحة، على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة. وأهم شيء عم نجرب نحن اللي هو فعلا يعني خاص لموضوع لبنان هو التقصي المبكر عن الحالات الخطرة، يعني كيف نعرف من قبل انه ممكن يكون في دكتور نعرف انه في شيء اسمه sudden infant death syndrome يلي صح. صعب شوي يتفسر بس عند الام شو بيصير فعلا؟ يعني هل عم نحكي بحالات نزيف؟ هل عم نحكي بحالات يعني وين بتصير المشكله؟ وين بتصير حاله الطوارئ لما امراه عم تعطي ولاده، علما انه الحاله كلها هي حاله صح. يعني حسب في عندك حسب تعريف منظمة الصحة العالمية في عندك ثلاث أشياء بسمون 3D. نعم. ثلاثة ديلي، ثلاثة الأشياء اللي فيها تأخير، مؤشرات بركي بالتأخير. تأخير أنك تحدد هذه الحالة خطرة أو مش خطرة، أول تأخير. تأخير الوصول إلى مركز الرعاية الأساسي، وتأخير بالتعاطي مع خطورة الحالة. أي نوع من تأخير على هالمستوى بده ينعكس خطر على الأم وفاة أو مرض أو حالة خطرة كتير بين دينا. فإذا عندك خطر بتحديد هذه الحالة وصعوبتها، كيف بيكون أنك عارف أنه هيدا مثلا عندك حالة ممكن تعمل نزف وقت الولادة ما تحضرت قبل، ممكن يكون في عندك حالة أنه هيدا الخلاص مثلا انغراسه بالرحم كتير عميق وبالتالي بيعمل كتير مشاكل. هيدي حالة ممكن العوارض اللي قالت لي إياها هيدي بتكون منبئة لشيء كتير خطر. هل الوزن هو مؤشر؟ الوزن مثلا الوزن الكتير عالي خلال الحمل والولادة يمكن يكون بشكل صعوبة إضافية على الولادة الطبيعية والتي بتروح على الولادة القيصرية. إذا ما قدرت أنا حدد حجم الجنين أنه 4.5 كيلو أو 5 كيلو عم خلف طبيعي بتعمل لي كتير مشاكل أن تخلف شق بطن. فكل هيدا نحن عم تندرس أنه نقدر الديلي الأولاني أنه نحدد إذا فعلا هذه الحالة خطرة تستوجب نقلة من محل لمحل.
مش بس انه تولدها بهالمحل المعين، بلكي هالمحل ما انه مزود، هيدا بدي احولها على محل مزود ومجهز ليس فقط بفريق طبي متكامل ولكن ايضا ببنك دم وغيره وغيره. التاخر الثاني هو تاخر الوصول، انه ممكن يكون عندها مشكل عم بيصير، ايه طولي بالك معلش بسيطه الى اخره، يمكن يكون باغلب الحالات طولي بالك معلش، بس في حالات معينه على 10-15% لا بدك هلا تجي على المركز ليتم التقصي عن هالحاله اللي انت عم تخبري عنها، بلكي تكون دليل لشيء خطير بده يصير، واذا ما لحقته بظرف محدد يعني مثل حاله النزف، اذا انت عندك حاله نزف اذا ما وصلت على مركز الاحاله ضمن ثلث او نص ساعه بصير عندك حاله خطر او وفاه، لانه الدم ما في النزف الشديد يتحمل اكثر من هيك. مثلا سالت عن شغله اساسيه مهمه كثير هي صادن انفنت ديث سيندروم، هي وفيات الاجن الفجائي. نعم هيدي بتصير ما لها كثير تفسير واضح يعني سالت عن شغله كثير اساسيه انت ومهمه، هيدي بتصير في الاسبوع الاخير من الحمل، وهلا حاليا في كثير كلام انه هل يجب ان يبقى الحمل للاسبوع الأربعين لاخر يوم او يجب ان يتم الولاده قبل باسبوع من الوقت في المحدد. بلدان بتعتبر ارقام مختلفه يعني اوروبا باريس امريكا لبنان ما يعني حسب دراستهم هلا هلا في دراسه شكلك مطلع مضبوط على الموضوع مطلع ايه في دراسه هلا عم بتصير كثير كبيره بامريكا عم نشوف اذا كان في احتمال يتم الولاده على ال 39 ويكس على الاسبوع 39 اللي هو قبل بجمعه من الوقت المرتقب للولاده. نحن بنعتبر هذه الجمعه بصير فيها شويه مشاكل، اذا ب 39 اسبوع كان الاستعداد موجود للولاده فلتكن هذه الولاده. نعم قبل ما كان هذا التفكير هيك. بدي اسالك بعد شوي كمان عن الساج فام، في بعض البلدان ما بيتكلوا كثير على طبيب نساء بيتكلوا اكثر على ساج فام، ما بعرف اذا نحن بلدنا فينا يعني اول شيء من وجه تحيه للساج فامات بنقول لهم هاي، وبنحكي كمان عن المستشفى الخاص والمستشفى صحيح. بس بعد هالوقفه السريعه اوكي. دكتور فيصل القاق عم نحكي عن أمر طبيعي جدا جدا جدا، يعني صلنا ألاف السنين هالشي بيصير يلي هو الولادة، وإذ هلا طبعا ما عندنا ستاتستكس قبل شو كان في مشاكل، ولكن اليوم شيء هالقد طبيعي ممكن يوصل لحالات طوارئ، واليوم الـ يعني الجسد الطبي كله سوا عم بيطلع لوفيات الأمهات خلال الولادة. كان في حضرتك ضمن لجنة اشتغلتوا على مؤتمر للحكمة، شو هن الأسباب كيف نساعد؟ كنت حابب أسألك هل في فرق بين الاستشفى يعني المستشفى الخاص والمستشفى الحكومي؟ بعرف إنه هذا موضوع بركي شوي حساس، ولكن يعني طبعاً هون في أموال عم تقدر تغطي، وهون صحيح. في دولة عم بتحاول قد ما فيها تغطي. شوف إذا بدنا نقيس بالمؤشرات نعمل شغل كتير منيح على المستشفى الحكومية يعني آخر فترة. من يعني بفي نقول اخر 10 سنين، وحتى الوزير السابق والوزير الحالي عم بيكمل بمجهود كثير مهم على مستوى تفعيل العمل في المستشفى الحكوميه، تزويدهم تجهيزهم، وبالتالي المشاكل اللي عمال نحن نرصدها واللي هي امر تكون موجود بالطب في مشاكل وعوارض جانبيه واشكالات ما عم بتكون حقيقه ولا شغله زياده بالحكومه اكثر من الخاص. لا ابدا، يعني هيدي المؤشرات الجوده قد تكون في الحكومي احسن من بعض الخاص، وبالتالي المستشفى الحكومي هناك عنايه في اكد لك بموضوع الولاده والحمل كثير بارزه وتركيز ودعم لهذا الموضوع. بالخاص نفس الشيء، ولكن يبقى هناك تصنيف عام يعني بتجوزني انا تعطي رايي وغيري، التصنيف العام اللي عم بيجي عم بيصنف هذه المستشفيات، وعم بتكون المستشفيات الحكوميه من ضمن التصنيف العالي الجيد. والجيد، وبالتالي ما في خوف عند الناس نقول لهم انه لا ولدوا بالخاص ما تولدوا بالحكومي. نعم. ولدوا محل ما انت وحكيمك تروح تولدوا وبتحسي حالك انك قادره تكوني بجو طبيعي. الامراه الحامل اللبنانيه هل بتشوف حكيمه قد ما لازم نشوفه؟ يعني في بلدان كمان مثلا بتشوفه منيح، نحن بعرف انه عندنا علاقه اكثر من لزوم، نحن انا بشوف هالشيء انه في عنا علاقه مع الدكاتره بلبنان قويه، بينما في بلدان بيقعدوا مع القابله القانونيه الساشفا ما بيشوفوا الحكيم. باوروبا كلها كل النظام الولادي قائم على القابلات القانونيات مش على الاطباء. بالسويد مثلا كل النظام الصحي في اوروبا بالولاده والحمل قائم على القابلات القانونيات، يتم احاله الحالات الصعبه بعد تشخيصها الى طبيب او بوجود طبيب نساء اللي هي 10-15%، بس كل اوروبا قابلات قانونيات. في كتير بلاد بشرق آسيا نفس الموضوع، لأنه الحمل أغلبيته
حمل سليم وعادي وله ألف سنة عم بيصير والآخره. الشطارة هي أنه هذا النظام الصحي القائم يتقصى الحالات الصعبة بيحولها إلى أماكن محددة موجودة ومعروفة يشرف عليها أطباء نساء وتوليد، وطبيب النساء بيكون أكثر مركز وقته على الأشياء القيصرية، على الأشياء الصعبة، طوارئ الحمل. أنت من هذا الرأي أنه يكون الطبيب مركز أكثر؟ أكيد هذا رأي، يمكن ما كثير حيحبوه الناس، بس أنا بعتقد لازم كل هذا الحمل العادي والمنخفض الخطورة واللي ما في خطورة يروح عند القابلات القانونية. بس كمان الذهنية اللبنانية مثل ما تفضلت بده يعملوا كثير زيارات، بده يعملوا كثير صور، بده يعملوا 4D، بده يعملوا 5D، بتكون في علاقة مباشرة مع الطبيب، وهذا الشيء يعني مميز عند اللبنانيات. ما فينا نحن يعني نيجي نعمل جادجمنت هلا، بحب يكون عنده هذه العلاقة، وبالتالي بحبوا كمان يكون في هناك يعني الاكثار من التدخلات الطبية بالحمل والولادة من جميع الأنواع والأشكال، اللي بيعتبروا إنه هذا الشيء بيأكد أكثر وأكثر على سلامة الحمل وسلامة الجنين. هو أكيد نحن شوي زايدين إنه سلامة الحمل والجنين فيها تمشي بأقل. نعم. الحلقة المفقودة هي قدرتنا في هذا النظام الصحي الموجود العام والخاص على تقصي الحالة الصعبة فقط لغير. هيدا هي. هيدي المستوى الطب منيح جيد، العلاقة مع الطبيب جيدة، النساء متابعات وملتزمات بكل شيء، طبيب حكومي أو خاص فعلا لا مشكلة. لا الحمد لله، بس إنه في عنا حلقة صغيرة، هيدي ما نقويها أكتر، نتقصى الأشياء الصعبة ومهمة طبعا، ونقدر نقول والوزارة متعاونة بهذا الموضوع إنه هالحلقة الصعبة، الحلقة المفقودة اللي ما نقويها، إنه هالحالات الصعبة هيدي اللي حددناها اللي هي 5% أو 10% بنحولها بشمال لهون، بالبقاع لهون، بجنوب لهون، ببيروت لهون. لكن بدنا نرجع للمؤتمر اللي قمتوا فيه الأسبوع الماضي، بدنا نرجع للأمور اللي صدرت بهذا المؤتمر وكيف هالمعلومات تروح للكل ويعني يقدر يوصل الجسد الطبي كله. صحيح. هلا اللي عرضوه الرئيس الاتحاد الفيدرالي بخبرته ببريطانيا واللي عرضوه الأطباء اللي اجوا من أمريكا هو أكثر كيف نتقصى حالة الطارئة وكيف نتعامل معها تحديدا، لأنه هو أهم سبب لوفاة الأمهات بعده النزف بعد الولادة. هذا النزف الشديد نعرض بروتوكولات تنعطى بالمرحلة الأولى، إذا ما في استجابه في شيء بنعمل المرحلة الثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة، ومرحلة خامسة. ونحن كمان في كمان تاسك فورس تتعاطى بموضوع النزف بعد الولادة، تاسك فورس لبناني. كمان قعدنا مع الخبراء الأجانب وصار في نقاش خلال المؤتمر، وحيكون وطورنا مسودة لبروتوكول يتم التعامل معه. كود عملنا في ريد كود، في يلو كود، في عملنا لهم كودز حسب مستوى الخطورة. وهناك تعاطي، أنت بنعطي الدم كيف بنعطيه، الأدوية اللي بنعطيها كيف بنعطيها، التعاون مع الطبيب العناية الفائقة، مع الطبيب البنج، طبيبة البنج إلى آخره. هذا كله تركب ضمن هذا الشيء، هذا حيتم عرضها وتداول فيها مع الوزارة ومع من يرى وزير الصحة أنه من أصحاب الشأن بهذا الموضوع. وبالتالي تروح على حلقات تدريبية بالمناطق مثل دريل، دريل يعني التمارين أو المناورة أو التمرين بنعمل لحتى نكون كلنا يعني متيقظين أكثر لهالمعلومات الجديدة والتعاطي معها. دكتور بيجوز كمان للجامعات، مش بس للحكمة والمستشفيات، الجامعات اللي بتعلم كمان هالبروتوكولات معرزنا مع طب متمرنين، حكون في إلها تعميم مع الكل. هيدي مرحلة أولى. مرحلة تانية أو ضمن موازي لهالمرحلة هيدي انه تعالوا نحدد سوا المراكز اللي تم لها احاله الحالات الصعبه جدا، واللي فعلا مش ضعف من الاطباء بالمناطق أبداً او غيرها، بدك فريق. يعني في حالات كنا فيها نحن بدك فريق من 5-6 اطباء مع بنك دم، لانه العمليه قد تاخذ 7 ساعات أو 6 ساعات. نعم. ولهذا امر لا باوروبا ولا بامريكا اصلا متوفر على مستوى مناطق او او او, أو مدن بيصيروا على مركزي حالي، وهذا الشيء بيصير بكل البلدان. هذه خطوه لقدام في تفعيل النظام الصحي بموضوع الحمل والولاده. دكتور فيصل القاق، الحديث اللي كنا عنه مهم على عده نطاقات. اول شيء نرتاح نحن نعرف اصلا انه يعني العالم الطب اللبناني جيد جدا ممتاز، بس نرتاح كمان نعرف انه في بروتوكولات، في ملحقه للامور، انه حتى اذا في يعني وفيات عند الأمهات خلال الولادة واطي نسبة كمان لغير بلدان، أنه يوطى بعد أكثر، لأنه صحيح. الحالات القليلة اللي بتصير من وراء هالحلقة الضعيفة يعني اللي بنحسنها. هيدا همنا ما في شك. أول شيء مجهود النقابة الأطباء مميز بالإطار، يعني عم ينبنى على الخبرات السابقة والحالية والنقيب الحالي، عم بيصير في جهد باتجاه توحيد بروتوكولات. نعم. قائمة على أدلة، قائمة على براهين، قائمة على بحث على معلومات.
نفس الشيء الجمعيات العلمية ومنها جمعيتنا جمعية الأمراض النسائية والتوليد الجمعية اللبنانية، وزارة الصحة، ففي اتجاه بهذا الإطار. شوي بتاخذ وقت الامور، مش هينه انت تكون عم تتقبل شيء جديد، تعلم شيء جديد، في حركة. بس طبعا طبعا في حركه وفي التزام. نعم. وانا بتمنى كمان على الحوامل بهالحاله هيدي كمان انه شوي يكونوا شركاء اكثر بموضوع الرعايه الصحيه طبعا، يتدخلوا اكثر، يسالوا اسئله، يزوروا مركز الولاده تبعهم. نعم. يتعرفوا على الجهاز الموجود، يستفسروا انه الخطه الموجوده عندنا، وعلى هالشيء بلشنا نطبقه ببعض الاماكن، بمركز صحه النساء بالجامعه الامريكيه ببيروت. نعم. عم نجرب نخلق هالنوع من الشراكه بين مقدم الرعايه وبين الحامل بهذا الاطار، لحتى بالنهايه مثل ما قلت انت نحس حالنا كلنا مرتاحين وكنا مطمنين اكثر. نحن مرتاحين هلا، بس نكون مطمنين اكثر انه فعلا السلامه مؤكده بموضوع الحمل الولادي. شكرا، شكرا لوجودك معنا ولهالحديث والمعلومات. شكراً. مشاهدينا بعد كم ساعه قليله بيكون اوفيشلي بلش الويك اند، فانا بتمنى لكم ويك اند جيد جدا، دفوا لانه وقتوا في برد الويك اند. تبوا على حالكم، بشوفكم قريبا. هاف ا جريت داي.